يعني يتبين سماحة الشيخ من كلامكم يعني أنه عندما ينهي الشوط الأخير ويخرج، فرضنا إذا أراد من داخل المسعى يخرج إلى مكان ما حتى يقصر، لا يتبين أنه ليس هناك يعني مباشرة لموضوع التقصير، ليس هناك شرط يعني ليس بالمباشرة. هناك أنه لا والله لا بده يقصر مباشرة، بده يقصر ليس، يطلع مثلا بعدها على بيته مثلا نعم يقصر. يجوز له ذلك. لكن شو عم يعمل؟ يكون عم بيأخر، بيظل المحرمات عليه محرمات. بس هيك لكن في ممكن استحباب يكون بقريب من المسعى او غيره، لعله هذا الامر موجود لعله.